أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. بمناسبة عيد الميلاد المجيد بحب أهنيكم، بحب أهني كل شخص بشاهد هذه الفقرة من الأراضي المقدسة، من منطقة بيت لحم، بيت صحور، حقل الرعاة في أرض فلسطين. بحب أحييكم. هذه المنطقة اللي شهدت أحداث الميلاد من تحركات ملائكية ومن البشارة للرعاة عندما قال الملاك: ها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. فأنا بحب أحييكم من أمام إحدى المغاير الكثيرة في هذه المنطقة، في حقل الرعاء اللي ابتدت فيها قصة حب الله للجنس البشري، واللي تمم إعلاناته ونبواته من خلال قصة حب أخرى حدثت في هذا المكان، قصة بوعز ورعوث المبآبية. ورعوث خلفت أو ولدت عبيد اللي ولد يسى، ويسى ولد داود، وطبعا داود هو من بيت لحم، مدينة داود، مدينة الخلاص، مدينة ولادة المخلص الرب يسوع المسيح. فأنا بتمنى لكم أنتوا أسرتكم عيد مجيد ووقت رائع وممتع أنت والعيلة. لكن بصلي أهم شيء أنه في هذا العيد تختبر خلاص المخلص يسوع المسيح، أن يكون معنى حقيقي لهذا العيد في قلبك وحياتك. يسوع اللي ولد في بيت لحم يولد ولادة روحية في قلبك وحياتك ويعطيك حياة أبدية عندما تأتي وتقبل إلى يسوع المسيح. كل عام وأنتوا بألف خير، والرب يبارككم.